تطورات متسارعة في المشهد العسكري، خاصة بعد أن كثف الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي ضرباته ضد الميليشيا في أكثر من جبهة، وتحديدا في محيط العاصمة صنعاء. المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة عبد الله الشندقي أكد سيطرة الجيش على جبال الدشوش والتفاحة وتبة القناصين والمشنة في نهم شرق صنعاء، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 28 من الميليشيا وسقوط عشرات الجرحى. يأتي هذا بالتزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيا في الجبهة ذاتها. وفي الشمال من صنعاء وتحديدا في قرية بوسان بمديرية أرحب، تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في صفوفها نتيجة استهداف مقاتلات التحالف بغارتين متتاليتين تجمعا عسكريا تابعا لها، أدى إلى مقتل 25 من عناصرها وسقوط العشرات من الجرحى بينهم قيادات ميدانية. وقبل أن تلتقط الميليشيا أنفاسها في أرحب، باغتتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية صرواح بمأرب بغارات استهدفت تجمعات ومواقع وآلية عسكرية في جبل المخاوير القريب من حدود صنعاء. هذه التطورات تكشف عن توسع العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ليس في صنعاء فحسب، بل في جبهات أخرى كجبهة الساحل الغربي وشبوة وتعز، وهو ما يبدو أن المعركة مستمرة دون توقف وفقا لتصريحات قادة عسكريين في الجيش الوطني.